والله ما نحل مع القبول بثمانية كاع. اهلا وسهلا بكم في قناه التي ومرحبا معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. جينا نشوفوا الاسمنه ديال الحوت عند خونا جمال. لقينا الرايه دايره 35 درهم الكيلو. القايمه زعما كيجيك تقريبا 200 مسجيه. شويه هذا راه مهبط. هذا المرقع قصير قيمه. يوسف الله 35 قرب 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 ديال 70 درهم. كرامات كرامات 60 درهم كرامات. ميرنا ميرنا يوسف ميرنا 60 درهم 60 درهم ميرنا هذه 60 درهم قبره 60 درهم فرق 30 درهم فرق 60 14 30 درهم فرق 60 والدبدوب تدوب هذاك البري لا 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 بيض حليب شيء هو ولا الذكي قدام المسمار كيتحيد منه حتى هذيك الحموريه الحموريه كتجي ديالو كتحيد شوية قليل وغالي الدجاج غادي 560 دجاج تبديلة بلا عدم كلشي غالي كلشي عطيته واحد دريم من شكرا شكرا اش درت انا نص 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 شكرا اختي شكرا حسبت انا ثلاثه قصاص ما حسبتش ديالنا شكرا اختي الله يحفظك انا ما كنديش ديالنا انا راه البارح سعيد واحد المنظر واحد الكريمه كان عجبني في قرب واحد الصندوق لتحت فيه شي جوج قربات غلاظات يعني خصك تاخذو كامل جبت صندوق تفاهمنا على الثمن وعزنا قربات غلاظات وزيدو بصندوق كنت حدا بودن ولا نقولي حشومه اصاحبي تسمح لنا ندير معاك حشومه قال لي ابوك ما حرمت لك الصندوق كامل حتى شمن حرم لك الصندوق كامل حتى فراسين السخون كيعرفوا واش كيدخلوا لدارهم دابا واش داس لا صندوق وكون قربه فاس كيلو ولا كيلو لا ربع زاد في صندوق يعني شنو هو؟ ضرب كل شيء انا قلت لك في بطنه ماشي سمعت انا نقول هو واقف يا خويا راه حشوم خضر فيه هذا هو الاسم ديال الاسم ديال الحوت تاع الصباح حوت غالي شويه ديال الرواسط 460 ديال الرواسط 400 ريال ديك السيمانه راه كان 500 والله يسخويا راه كيوصل 700 مازال هنايا الناس كتراعي
كلشي غلا. واحد السيدة جات مسكينة باغا تاخد 100 ريال ديال الزيت، شحال غيجيب؟ جوج حبات. جوج اصلا مع كبير راه السكيلو فيه خمسة ياك؟ 12 وحدة فيه إلا كان غلا. هادشي.